عم رضوان، عم رضوان، انت نمت ولا ايه يا راجل يا طيب؟ يا بختك. ايه الحر ده؟ اشتكي فين؟ بايظة. نازل هنا ولا المحطة الجاية؟ يا حاج، يا حاج، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالى معايا. ماشي يا باشا، تمام. عبودة امر مع الارض. حاضر يا باشا. كده بقى ناقص الفلوس عشان خالك يطلع براءة. ونسبته ممكن تكون قد ايه؟ الغريب يا شريف بتسألني انا، وبابا عنده مصنع اسمده وكمان بيفتتح مصنع اسمده جديد النهارده. معلش يا دكتور، انا عايز اعرف منك اكتر.
النبات ما بيستفادش من اليوريا الا بنسبه قليله جدا، والمتبخر منه بيكون سام جدا وبيبقى فيه مواد مسرطنه. نفس الكلام اللي كان بيقوله معتز. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح النور. صباح الخير يا بنات. صباح الخير. يا سوري، كانوا ساعتين صعب جدا تصوير وصحافه، بس الحقيقه الافتتاح كان ممتاز، كل حاجه مشيت مظبوط. المهم سعادتك تكون مبسوط يا فندم. مبسوط، مبسوط جدا يا صبري. في حاجة تانية هتبسطك أكتر يا مذكور بيه. أوعى تقول لي الميموري كارد، ها؟ بالظبط، هو الميموري كارد. اتفضل يا مذكور بيه. أنت تستاهل مكافأة كبيرة جدا يا صبري. الحقيقة سعادتك أنا كنت طمعان يدوب في ربع مليون دولار من الـ2 مليون دولار اللي كانوا مع الولد سواق التاكسي ده، طبعا لما يجيبهم سعادتك. مش خسارة فيك ابدا يا صبري، بالعكس تستاهل اكتر من كده. ده اتفقت معاه يجيب الفلوس امتى؟ يا باشا هو هيجيبهم من غير ما احنا نقول له امتى، ده اذا كان عايز خاله يطلع براءة من القضية دي، ساعتها بقى ناخد فلوسنا ونعمل فيه اللي سعادتك شايفه. ساعتها لازم يجي لي الحد عندي ويعتذر ويتذلل ويقول لي سيبني وارحمني، يمكن ساعتها اخلص عليه وارحمه من العذاب اللي كان هيشوفه على ايدي. صديق عبودة، يا عبودة هو ما بيردش ليه؟ وايه اللي مخرشمه كده؟ الفلوس، الفلوس جاكت، ازيك يا سيدة؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أما. أما هو في حد طلع فوق؟ طلعت فوق وما لقيتش الجاكيت، مش كده؟ ما تخافش أنا شايلهولك. يعني هو جوه؟ الجاكيت ولا الفلوس؟ أما أنت عرفتي؟ فاكر إنك هتفضل تكذب علينا كتير؟ أما أنت مش فاهمة. أفهم إيه؟ أفهم إيه؟ خلاص فهمت وشفت بعيني، ويا ريتني ما شفت. هي دي اخر صبري عليك؟ هي دي اخر تربيتي فيك يا عبوده؟ بتسرق يا راجل البيت؟ بقيت حرام يا ابني؟ عايز تاكلنا من فلوس حرام؟ ياما والله العظيم انا مش كفايه بقى، كفايه. انت ايه؟ ما بتحسش باللي حواليك؟ قلبك خلاص مات يا ابني، اتحجر. هترجع تكتب عليا تاني وتقول لي فلوس الراجل الخليجي وسايبها عندي امانه يا عمه، وانا صدقك واقول صح يا عبوده، وانت بتتكلم عادي وعايش عادي، وخلك مرمي في السجن ما عملش حاجه. والله العظيم غصب عني يا امه. غصب عنك ايه يا ابني؟ روح منك لله، روح منك لله يا عبودة يا ابن بطني. يخص
صارت تربيتي فيك. روح لابوك في تربته وعيط له قول له سامحني عشان ما عرفتش اربي عبوده. يا ما والله ما بس بقى مش عايزه اسمع ولا كلمه. خش يا عبوده جوه، خد فلوسك الحرام واشبع بيها بس بعيد عننا. وانا خلاص هنسى ان انا كان عندي ابن اسمه عبود. عبود ابني مات مات. أم صباح الخير يا استاذ هدى. صباح الخير يا استاذ حسام. ممكن اقعد؟ اتفضل. انا جالك علشان حاجتين. الاولى ان انا اطمن على باباكي، هو عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. انا مش عارف اقول لك ايه يا سعد والله، بس انا حاولت اتكلم مع بابا يعني لقيت. ما تكملش يا استاذ حسام، في النهايه في محكمه وليها كلمه. الحاجة بقى التانية اللي أنا جاي لك علشانها إن أنا جاي أشكرك على حملة الدعاية والتصميمات اللي أنت عملتيها لشركتي. المهم تكون حققت الغرض المطلوب منها. الحمد لله. النجاح كبير قوي. واخترنا أربع مشاريع هنبدأ فيهم. وتخيلي أنت بقى في كام سبونسر عايز يشارك معانا في مشاريع الشباب دي. عظيم. دي أخبار كويسة جدا. وفي حاجة بقى أنا كنت عايز أطلبها منك يعني. أنا استأذنت فيها الأستاذ فكري وهو وافق. بس أنا قلت لازم أستأذنك أنت كمان. خير يا أستاذ حسام. بعد ما دخلنا الشغل في الشركة محتاجين حد يكون نشيط، فأنا اخترت الأنسة فاطمة. واللي خلاني أطلب منك الطلب ده إن أنا عارف إن هي تحت التدريب عندك. أنا من ناحيتي ما عنديش مانع، بس المهم نعرف رأيها. وأنا مش هوافق غير لو حضرتك وافقتي يا أستاذة. أنا موافقة وربنا يوفقكم. وأنت يا راجل طيب إيه رأيك؟ هو في بعد رأي الأستاذة هدى رأي؟ ربنا يخليها لنا. اسمع منير وركز كويس قوي. بس انا لو اشرف كمان على المصنع الجديد يبقى كده المرتب اللي انا باخده مش هينفع. ايه يعني 25000 دولار في الشهر؟ الحياه بتغلى يا صبري بيه. وما تنساش ان انا اللي شايل كل حاجه، يعني لو حصل حاجه هبقى انا اللي في الصوره. طلباتك يا دكتور 50000 دولار في الشهر. بس ده كتير قوي. يعني هي كلمه مطابق للمواصفات العالميه اللي بيوصل لها المنتج اللي بيتباع بملايين، مش انا سبب فيها بالخلطه اللي انا بعملها في العينات. خلاص هقول للمدكور بيه. ايه رايك بقى؟ شغل على كبير يا منير. اسمع بقى المكالمه اللي تمت بينه وبين مراته. ما وافقش ان انا اخد 50000. صبر بيقول لي مدكور بيه وافق على 30000، ولو مش عاجبني امشي. وهتعمل ايه يا مدحت؟ لازم اوافق. انا اصلا عارف مدكور بيه نابو ازرق وما عندوش عزيز، وانا الخسران لو مشيت لانهم عرفوا الخلطه بتتعمل ازاي، وبعدين كمان مش هيسيبوني في حالي. ايه رايك بقى منير؟ انتوا عارفين هما بيعملوا ايه بالظبط؟ احنا كمان لازم نبقى عارفين احنا بنعمل ايه بالظبط، عشان كده لازم نجمع كل الخيوط وبعدين نهجم. يعني لازم نجمع كل الثمرات في سله واحده. خير، بعت لي اجيلك بسرعه. في ايه؟ افرح يا صلاح يا ابن محمد احمد الغرباوي، هتبقى شريك ليا. هبقى شريك ليك في ايه؟ في كل الجروبات السياحيه اللي هتوصل السيزون الجاي. سمير انا مش فاهم حاجه. اتفضل يا سيدي امسك عشان تعرف تفهم. ايه كل الفاكسات دي؟ ما هو انا عملت برشور جديد وبعته لكل الشركات السياحيه اللي بنتعامل معاها في اوروبا. وفي ايه البرشور ده؟ في البرنامج الجديد اللي بيعتمد على السياحه العلاجيه. فكرتك يا سيدي. وهم ردوا بالموافقه؟ مش بس كده، ده الإقبال كبير جدا، لغاية دلوقتي في حجز لثلاث جروبات. ألف مبروك يا سمير، ده خبر جميل جدا. مبروك علينا، وزي ما قلت لك، أنت هتبقى شريكي في كل الجروبات اللي جاية سياحة وعلاج. أيوة بس يعني. بس إيه يا أبو صلاح؟ الفكرة فكرتك، وده حقك، ومش هتراجع عن اللي أنا قلته. متشكر، متشكر أوي يا سمير. يلا بقى سيدي، هيبقى معاك فلوس كتير وتعرف تتجوز أمل، عشان نخلص من قصة الحب الكبيرة دي بقى. حلوة قوي يا راضي، بس يا ترى بقى انت جايبها لمين؟ راضي
انت لسه زعلان مني علشان انا ما جيتش امبارح؟ تبقى لسه زعلان، بس انا بقى عندي خبر هيفرحك قوي. بابا موافق. والله موافق يا راضي، بس هو الاول عايز يشوفك ويتكلم معاك. ربنا يسعدكم، ربنا يفرحك يا راضي. جيت في وقتك يا عم فواز، يلا بينا بقى. على فين يا بنتي؟ على طنط نعمة راضي عشان نفرحها بالخبر الحلو ده. يلا بس استنوا عليا شوية، انا جاي تعبان من المشوار يا نور. يا عم فواز بلاش كسل بقى، يلا بقى.